السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كاع بخير، صحة عيدكم، ينعاد علينا بالصحة والهنا كل عام ان شاء الله بدون كورونا بيان سور. مادا بيا نحيي كاع لا فامي ديالي، الاصدقاء ديالي كاع لي عرفوني، لي كولاك لي داروا معايا لا ميزيك، ان شاء الله تكونوا كاع بخير وبصحة جيدة. خليكم مع هذا الفيديو تاع لي فولورز ديالي اللي بعثوا لي للعيد. صح عيدك خويا العزيز، كل عام وانت بخير، في حياتك وحياة لا فامي وحياة كاع لي زامي وكاع لي حبونا ونحبوهم. عقوبة العام جاي ان شاء الله، ان شاء الله يروح علينا كورونا. هذا يا خويا، يا خويا العيد هذا يا خويا ما حسينالوش كاع بيان يا محين. هادي خوتي خواتاتي، السلام عليكم. الزوف داون خوكم حسن، جزائري من كمبوديا، بمناسبة العيد الأضحى، العيد الفطري عفوا، نقول لكم عيدكم وعيدكم مبارك، والعقوبة العام الجاي إن شاء الله تعيدوا وتزيدوا إن شاء الله. السلام عليكم، نحيي جميع المسلمين أينما كنتم. السلام عليكم. السلام عليكم، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، إن شاء الله يدعم علينا بالصحة والهنا والعقوبة كل عام في حياتكم وحياة لافامي تي إيكم. السلام عليكم. السلام عليكم، امير دو كونستانتين، حبيت نقول لكم صحة عيدكم، ان شاء الله تكونوا في اوتوبيا، ينعاد علينا ان شاء الله كل عام. صاحب هاد الكورونا سي با ايفيدون، ان شاء الله تفوت بخير وعلى خير، كما يقولوا صبر جميل. هيا السلام. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير خوتي، جيت نعيد عليكم كلكم عيدكم مبارك، كل عام وانتم بالف خير، تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لنا ولكم جميع الاعمال. خوتي باش نقول لكم، كاين ميساج حبيت نلحقوا للناس اللي راهي تجوز في العيد بلا ناس عزاز عليهم، عائلات راهي تجوز في العيد فقدوا ناس عزاز عليهم في رمضان ولا قبل رمضان جراء الكورونا ولا بلا كورونا، نقول لهم إن لله وإنا إليه راجعون. ربي يعطيكم الصبر إن شاء الله، ربي يقويكم، ربي يعطيكم الصبر، وجميع واحدة ومريض يحارب في المرض تاع الكورونا في المستشفيات، نقول لهم بلي ندعو لكم إن شاء الله ربي يرفع عليكم هذا المرض وهذا الوباء، وربي يرفعه على العالم كل، كن فيكن، إن الله على كل شيء قدير. وميساج للناس اللي راحت لترونجي باش تداوي، باش تشري، باش تدير عفايس ومن بعد حصلوا في بلاد الناس في الغربة، يعني نقول لهم ربي معكم إن شاء الله، وربي يقويكم ويعطيكم الصبر، وإن شاء الله يا ربي نلقاو حل للجالية تاعنا اللي راهي في الغربة باش تدخل في الجزائر، وجميع واحد في الجالية الثانية، الجالية الجزائرية، نقول لهم عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بألف خير، عندكم عائلات هنا في الجزائر تسلم عليكم، خايفة عليكم، تخمم عليكم، إن شاء الله يا ربي نلقاو جميع الحلول، وإن شاء الله ربي يرفع لنا هذا الوباء على العالم كل بقدرته القادرة، إن شاء الله يا رب العالمين، وتهلاو في رواحكم ونحبكم ونموت عليكم، وإن شاء الله يا ربي العام الجاي ما يكون والو بإذن الله، نجوزوا رمضان كما يلزم، نجوزوا العيد كما يلزم، إن شاء الله برك يرفع علينا هذا الوباء. السلام عليكم، باي باي. السلام عليكم خويا امين، صعيدك، كل عام وانت بخير، ربي يتقبل صيامنا وصيامكم ان شاء الله. ليكيب صعيدكم، ليكيب وباب، كل عام انتم بخير، ينعاد علينا بالصحه والهنا ان شاء الله، ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله، الحاسون تهلاو في رواحتكم وتلاقاو ساعه خير ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بخير، بمناسبه عيد الفطر المبارك، ينعاد علينا على الأمة الإسلامية رب العالمين، وعلى بلدي ليبيا الحبيبة يا رب العالمين، وعلى الجزائر ومغرب وتونس الدول العربية بالكامل يا رب العالمين، عادها ملينا علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والنمو والبركات يا رب العالمين. أحييكم علي شلابك من بريطانيا، أسعد الله مساءكم، وكل عام وأنتم بخير، تحياتي لكم. رتاقو تباقم باح باح، صحا عيدكم، رتاقو تباقم باح باح، مبروك عيدكم، رتاقو تباقم باح باح، صحا عيدكم،
أرتقوا تبقوا تطح طاح مبروك عيد